وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، أفاض على عباده النعمة وأتم عليهم فضله وإحسانه وكرمه، صاموا رمضان ومن الله عليهم بإدراك عيد الفطر المبارك، فله الحمد حتى يرضى وله الحمد بعد الرضا. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله خير من صلى وصام وأفطر، الشافع المشفع في عرصات يوم المحشر، نبي حن الجذع إليه وسلم الحجر عليه ونبع الماء من بين أصبعيه، فصلى الله وسلم وبارك وأنعم عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع هديه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المؤمنون والمؤمنات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وتقبل الله منا ومنكم صالح العمل، وجعلنا الله وإياكم في يوم العيد من الفائزين. الأعياد ثقافة بشرية سابقة منذ أن كان الناس، كانت لهم أعياد يفرحون فيها ويظهرون فيها السرور، أحيانا تكون مرتبطة بحياة أشخاص عظماء، وبعض الأمم تجعلها متعلقة بالنيرين الشمس والقمر، وآخرون يجعلونها معلقة بزخرف الأرض، وغيرهم يتعلق أعيادهم بالأوثان والأصنام وما يكون منها. هكذا تشعبت الناس حتى أشرقت شمس النبوة، وبعث الله عز وجل خاتم الرسل وسيدهم نبينا عليه الصلاة والسلام. لقي ما لقي من قومه في مكة، وكذب به قومك وهو الحق، ثم هاجر صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وجد صلى الله عليه وسلم المجتمع المدني كغيره من المجتمعات، له أعياد يلعبون فيها يظهرون فيها الفرح ويقيمون فيها السرور، فقال وهو الصادق المصدوق المبلغ الشرع عن ربه: لقد أبدلكم الله خيرا منهما يوم الفطر ويوم الأضحى. هذا عيد الفطر أحد عيدي أهل الإسلام الذي شرعه الله عز وجل على لسان الصادق المصدوق صلوات الله وسلامه عليه. فيه يفرحون بما أتم الله عليهم من صيام رمضان، فيه يشعرون بالسرور الشرعي الذي أباحه الله عز وجل لهم. الحديث عن العيد حديث عن المحبة والإخاء، حديث عن الفضل الذي تفضل الله عز وجل به على عباده المؤمنين. الفرح في اللغة هو لذة في القلب لإدراك محبوب، لذة في القلب لإدراك محبوب. جاء في القرآن النهي عنه، وجاء في القرآن الإخبار عنه والأمر به، ولكل جادة هو لها. فأما النهي عنه فإن الله عز وجل أخبر في خبر الصالحين الواعظين لقارون أنهم قالوا له: لا تفرح، إن الله لا يحب الفرحين، ذلكم الفرح الذي يطغى به العبد الإنسان على العباد، ذلكم الفرح الذي يجعل من الإنسان مختالا فخورا، حرمه الله ومنعه على في طيات كتبه وعلى ألسنة رسله. أما ذلكم الفرح المتعلق بفضل الله وبرحمته فإن الله عز وجل يقول، وقوله الحق في سورة يونس: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. قال بعض أهل العلم من أهل التأويل: فضل الله القرآن، ورحمته أن جعلكم من أهل القرآن. وقال آخرون: فضل الله القرآن، ورحمته الإسلام. أيا كان الأمر فهذا إذن من الرب الكريم جل جلاله أن للمؤمن أن يفرح بفضل الله عز وجل. وأي فضل اليوم نعيشه أكبر من أن الله عز وجل بلغنا رمضان وأعاننا فيه على الصيام والقيام، وقلوبنا وجلة تسأل الله عز وجل أن يقبل منها ما قد كان، تعترف لله عز وجل بالتقصير لكنها تعلم يقينا سعة الرحمن الرحيم. ربنا عز وجل يقول عن عباده وأوليائه الخلص: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم يرجعون، أولئك هم المؤمنون الذين يعملون العمل الصالح ثم يرجون من الله تبارك وتعالى أن يتقبل. كيف والله عز وجل يقول: إنما يتقبل الله من المتقين. لقد أخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن للصائم فرحتين: الفرحة الأولى عندما تغيب شمس ذلك اليوم فيأوي إلى حسوات التمر والماء يطعمهما فيفرح أن الله عز وجل أتم له صومه، وغابت الشمس ولم يخذله ربه، أعانه وفقه حتى بلغ غاية الأمر من الصيام.
ثم توالت الأيام، وكل يوم يطمع أن يتم الله عليه النعمة، أن يبقي الله عليه العافية، أن يرزقه الله عز وجل تمام الشهر وبلوغ العدة وإكمالها. فلما أتم الله علينا ذلك نجد في يومنا هذا يوم العيد قد خرجنا زرافات ووحدانا رجالا ونساء صغارا وكبارا نتأسى بسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، خرجنا إلى المصلى ونبينا عليه الصلاة والسلام في تلك المدينة المباركة التي أنار الله عز وجل منها كل شيء يوم أن دخلها أخرج لها حتى الحيض، ويشهدن الخير ودعوة المسلمين وهن لا يستطيعن الصلاة، لكن حتى لا يفترقن عن الجمع. ما جاء الإسلام إلا ليتوحد الكلمة وتجتمع القلوب وتتآلف النفوس، فأدينا الصلوات تأسيا بنبينا صلى الله عليه وسلم، هذه الصلاة المباركة التي قال عنها صلى الله عليه وسلم أول شيء نفعله في يومنا هذا الصلاة. فيأتي المسلمون إلى مصلى العيد كلهم يرجو ما عند الله من الخير. قال بعض الفقهاء هذا يوم الجوائز، تأتي الملائكة على السكك تستقبل المصلين، تهنئهم وتبارك لهم عملهم وأن الله عز وجل أعانهم على الصيام والقيام، ثم تقبله منهم فرحة عظيمة تخالط كل مؤمن أيا كان مصابه في ذلك اليوم. هذا الفرح لا يقتصر على بلد دون بلد ولا على عرق دون عرق، إنما كل أحد مؤمن بالله ورسوله واليوم الآخر، كل أحد ينتسب إلى هذه الملة الحنيفية السمحاء يشترك مع أخيه المؤمن في الفرح بمثل هذا اليوم أيا كان مصابنا. نعم تمر بالأمة اليوم مصائب وأحزان وكدرات نراها شرقا وغربا شمالا وجنوبا، دماء تنزف ومحاربة تقع وخصومة تكون، كل ذلك بلا شك يبعث في النفوس الأسى والحزن، لكن مع ذلك لا يمنعنا ذلك من أن نفرح بالعيد، لأن هذا الفرح وإظهار السرور فيه شريعة شرعها لنا نبينا صلوات الله وسلامه عليه. أيا كان الخطب وأيا كان الأمر، لقد كانت الكعبة وهي الكعبة بيت الله عز وجل الذي جعله قياما جعله بيتا حراما قياما للناس كان في أيدي أهل الإشراك، تطوف قريش به ويمنع المؤمنون منه، ومع ذلك لم يمتنع صلوات الله وسلامه عليه ولا المسلمون الذين معه من أصحابه في المدينة من الفرح بالعيد، عملا بقول ربنا عز وجل قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. إن إظهار السرور في مثل هذا اليوم سنة متبعة موروثة عن أبي القاسم صلى الله عليه وسلم، دلت عليها أحاديث كثر، نجمل الحديث عنها في نجمل الخبر عنها في حديثين. الحديث الأول أن عائشة رضي الله تعالى عنها أخبرت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان نائما عندها وعندها جاريتان تغنيان بيوم بعاث، ويوم بعاث يوم حصلت فيه مقتلة عظيمة في الجاهلية في المدينة قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، مقتلة للأوس على الخزرج. تقول أم المؤمنين محترزة في حديثها وليستا بمغنيتين، أي ليستا من حرفتهما الغناء، لكنهما لأنه يوم عيد أظهرتا شيئا من الغناء. فدخل الصديق رضي الله عنه وأرضاه أبو عائشة والدها وهو في الوقت نفسه وزير رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه المثني عليه بنص القرآن، إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. فلما دخل الصديق ورأى الجاريتين تغير وجهه، وكان صلى الله عليه وسلم مغطيا رأسه، فظن الصديق أن النبي لم يأذن ولم يعلم، فقال لابنته أمزمور الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونهرها فإذا بالرحمة المهداة والنعمة المسداة صلوات الله وسلامه عليه يكشف الغطاء عن رأسه ويقول دعهما يا أبا بكر فإن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا أهل الإسلام. والمقصود من الحديث النبوي أن إظهار الفرح والسرور في يوم العيد سنة متبعة عن رسولنا صلى الله عليه وسلم. وفي ثنايا الحديث هذا فوائد جمة، من أعظمها أنه يجوز للشيخ أن يفتي بحضرة أنه يجوز للتلميذ أن يفتي بحضرة شيخه، فإن الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه ما هو إلا تلميذ، وأي تلميذ في مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم، ولم يرد بنهيه ابنته عن ذلك الأمر الذي رآه منكرا إلا أن يجل مقام النبوة وإلا أن يبين إجلاله لنبينا صلى الله عليه وسلم. لم يرد الصديق بفتواه تلك
وبإنكاره على ابنته أن يقلل شيئا من مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف وهو الذي قضى حياته كلها من أجل الله ومن أجل رسوله صلوات الله وسلامه عليه. فقه النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر عن صاحبه، عن هذا الصديق الأكبر ذروة أهل الفضل في أهل الإسلام، فقال: دعهما يا أبا بكر، الأب حقه التأديب، والزوج له لزوجته منه العطف، فالأب له سلطان على ابنته، حقه أن يؤدبها. فأخذ أبو بكر بما يغلب على ظني أنه له، والنبي عليه الصلاة والسلام ملي قلبه رحمة ومحبة، ولي عائشة خصوصة، فقال: دعهما يا أبا بكر، أي أراد أن يعلم أبا بكر أن ذلك وقع بإذن منه صلوات الله وسلامه عليه. فلما خرج الصديق أشارت الصديقة بنت الصديق للجاريتين أن يخرجا فخرجتا. والمراد من ذلك إثبات أن إظهار الفرح في هذا اليوم جاء به الشرع المطهر المنقول نقلا صحيحا عن رسولنا صلى الله عليه وسلم، ذلك أن المسلمين في كل أقطار الأرض يشعرون في قلوبهم بأن من حقهم حقا أولية أن يعظم فرحهم في ذلك اليوم. الحديث الثاني ما روته عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها أن السودان كانوا يلعبون بالدراق والحراب بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد في يوم العيد. الدراق جمع درقة، وهي الترس التي يتوقع بها الفارس السهام والنبل في الحروب، والحراب جمع حربة، وهو رمح قصير صغير عريض النصر. والسودان من الحبشة جبل أكثرهم على الزفن، الزفن بمعنى الرقص، يرقصون رقصا رجاليا ويتكلمون بلغتهم. فجاء في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل: ماذا يقولون؟ فقيل له: إنهم يقولون محمد عبد صالح. هؤلاء الآن يرقصون ينشدون يلعبون بالحراب والدراق، ومن ضمن ثنايا كلامهم الذي يقولون: محمد عبد صالح، ونحن والله نشهد أن سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله سيد الصالحين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين صلوات الله وسلامه عليه. عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه لما رآهم ولم يفطن بعد من أن النبي عليه الصلاة والسلام قد اطلع عليهم، أراد أن يحصبهم رضي الله عنه وأرضاه للشدة المعروفة في ذات الله من لدن عمر، فقال صلى الله عليه وسلم: يطمئن من يلعب من أهل الحبشة. قال: دونكم يا بني أرفدة، وأرفدة جد أكبر تنتسب إليه الحبشة، دونكم يا بني أرفدة حتى تعلم يهود، لتعلم يهود أن في ديننا فسحة، إنما بعثت بحنيفية سمحة. وهذه رواها السراج عن أبي الزناد عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لتعلم يهود أن في ديننا فسحة، إنما بعثت بحنيفية سمحة. يجب أن نعلم جميعا أن النبي صلى الله عليه وسلم والقرآن من قبل قد ذم الغلو في الدين والتنطع فيه. قال الله عز وجل يخاطب أهل الكتاب: لا تغلوا في دينكم، ولن يكون أحدنا إلا إن كان قد حاد عن الصراط المستقيم أعظم ورعا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولئن لعبت الحبشة بالدراق وبالحراب بين يديه وهو ينظر في مسجده صلوات الله وسلامه عليه، وأقرهم على ذلك في يوم عيد، حتى إن في ثنايا الحديث قال لعائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها: أما تشتهين أن تنظري؟ وجاء في بعض الروايات أنه قال لها: يا حميراء. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: ولم أقف على رواية صحيحة أن النبي عليه الصلاة والسلام نادى عائشة بهذا الوصف إلا هذا الحديث. فكانت تضع خدها على خده وهو يسترها صلى الله عليه وسلم، وتنظر إلى الحبشة وهم يلعبون حتى ملت، فقال: حسبك. قالت: نعم. قال: اذهبي. وتبطئ وليس لها رغبة أن تنظر، لكن حتى تبين مقامها عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ أن لها ضرائر وشأنها شأن سائر النساء، تحب أن تظهر مقامها ومكانها ومنزلتها عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تلام أبدا عائشة في ذلك.
والمراد من الحديثين ظاهرا بينا إظهار الفرح والسرور في هذا اليوم، لأنه من شعائرنا أهل الإسلام من أعظم أيامنا وأجلها الذي نظهر فيه الفرح والسرور، الفرح بنعمة الله عز وجل علينا وفضله. فالمسلمون جميعا في أيام العيد في ضيافة الرحمن الرحيم تبارك اسمه وجل ثناؤه، ولهذا نهى نبينا صلى الله عليه وسلم عن صيام يومي العيد، عيد الأضحى وعيد الفطر. هذا الإظهار من الفرح والسرور لا يراد به الاختيال، فإن الفرح أحيانا قد يكون به الاختيال على الغير وإظهار الفضل على من سوانا، وحاشى أهل الإسلام في شريعتهم أن يكون فيهم مثل ذلك، إنما هذا فرح قلبي نشارك فيه من معنا من المسلمين أيا كانت ديارهم وأيا كانت أحوالهم وأيا كانت أعراقهم، إنما المؤمنون إخوة. وسيأتي إن شاء الله تعالى بعد الفاصل بإذن الله ما نبين فيه ما السبيل والطرائق المثلى التي يصل بها الإنسان إلى تلك المنزلة العالية التي دعانا إليها النبي صلى الله عليه وسلم يوم أن قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. إن من أعظم دلائل كمال عقل المرء أن يجعل من يوم العيد طريقا إلى إصلاح حاله، لأن النفوس فيه مقبلة فرحة بفضل الله، قد أتمت صوما وتنتظر فضلا من الله عز وجل عظيما، فيتكون تلك النفوس أكثر قدرة وأشد إقبالا على أن تبني نفسها وتزكيها وتسمو بها، كما أراد الله عز وجل يوم أن قال: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. فتزكية النفوس مطلب عظيم وحق على المرء في كل يوم من أيامه أن يراجع نفسه. الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، وعمر يقول: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا. إن من طرائق محاسبتنا للنفوس أن نأتي لمثل هذه الأيام الفاضلة والشعائر المباركة، فنعيد أنفسنا على منهج الله جل وعلا، ونعرف أن الأمر بينه الله عز وجل بجلاء: إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. ما المطلب منا أن نكون عليه حتى نصبح أهلا بإذن الله ورحمته أن ندخل جنة النعيم؟ فإن الجنة دار طيبة لا يدخلها إلا الطيبون، لا يدخلها إلا الطيبون. ربنا جل وعلا يقول: الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم، وقد ذكر قبل ذلك جل ذكره وتبارك اسمه أحوال المتقين. والمراد أن الله عز وجل أكرمنا بهذا اليوم، تقبل الله منا ومنكم صالح العمل. بعد هذا الفاصل إن شاء الله تعالى نفيء إلى الطرائق المثلى في كيف يصلح المرء قلبه في مثل هذه الأيام الفاضلة. هذا عود على بدء، وقد انتهينا في الجزء الأول من اللقاء إلى الحديث عن البحث عن الطرائق المثلى التي تجعل المرء قريبا من الله عز وجل، إذ يستشعر في هذه الأيام الفاضلة أخوة الإسلام ونعمة الإيمان وما أفاء الله علينا معشر المسلمين من الفرح بعيد الفطر المبارك. أولى ذلك أن يأتي الإنسان إلى قلبه وينظر ما ورد في القرآن الكريم وفي السنة النبوية من صلاح القلب، وقد دل القرآن والسنة على أن للقلب أحوال، أحوال مع الرب جل شأنه وأحوال مع الخلق. فأما الأحوال مع القلب مع الرب تبارك اسمه، فيكون المؤمن مقبلا على ربه منقطعا إليه لا يتوكل على غيره. قال الله عز وجل عن خليله إبراهيم: ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وهذه المنقبة العظيمة استدلنا فيها على خبر إبراهيم عليه السلام لما تضافر في القرآن والسنة من عظيم إقبال إبراهيم على ربه. الله عز وجل أعطى إبراهيم ولدا ومالا وجسدا وقلبا، فجعل ماله للضيفان ونبئهم عن ضيف إبراهيم المكرمين، وجعل ولده للقربان قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، وجعل جسده للنيران قالوا: حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. وقد صنع الثلاث هذه كلها لما كان في قلبه من تعظيم الملك الديان، إذ قال له ربه أسلم قال: أسلمت لرب العالمين.
هذا ما يتعلق بالقلب مع الله عز وجل. والله عز وجل يقول لنبيه: رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. ما يتعلق بالعباد وهو الذي يكثر الحديث عنه في مثل هذه الأيام، فنحن مؤمنون ونعلم أن الله عز وجل شرع لنا هذا العيد جميعا حتى تتحقق الألفة والرحمة بيننا التي دعانا إليها رسولنا صلى الله عليه وسلم. نبدأ أولا بصلاح قلوبنا، فنعلم عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم ما أخبر عنه من أن صلاح القلوب وحسن التعامل مع الخلق، وقبل ذلك توحيد الله الإله الحق، هما الطريقان للوصول والخلود في جنات النعيم. فأما الثاني فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أنبئكم بأفضلكم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: كل مخموم القلب صدوق اللسان. قالوا: يا رسول الله، أما صدوق اللسان فعرفناه، فما مخموم القلب؟ قال: النقي التقي الذي لا إثم فيه ولا بغي ولا حسد. النقي التقي الذي لا إثم فيه ولا بغي ولا حسد. الناس عياذا بالله أحيانا يتقاتلون على هذه الدنيا مع علمهم جميعا يقينا أن الدنيا زهرة حائلة ونعمة زائلة. والشافعي رحمه الله تعالى يقول: فإن تجتنبها تجتنبها بعزة، وإن تجتذبها نازعتك كلابها. يتقاتلون عليها وينسون أمثال هذه الأحاديث التي تبين خيارنا وأهل الفضل منا بشهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكون الإنسان يبنى قلبه على أن لا إثم فيه ولا بغي ولا حسد يصل به إلى أن ذلك القلب يزكى عند الله تبارك اسمه وجل شأنه. كيف يصل الإنسان إلى هذا الأمر؟ علمه أن الله عز وجل بيده خزائن السماوات والأرض، وأنه لحكمة أرادها جعل فلانا غنيا وفلانا فقيرا، وآخر أميرا وآخر مأمورا، وجعلنا على ما نحن فيه من الاختلاف. هذا الاختلاف في أصل خلقتنا، ولو شاء ربك لجمعهم على الهدى. لكن لا أتكلم أنا عن الاختلاف في الرأي والمعتقد، فهذا أصلا لا يقال عنه أهل الإسلام، إنما نتكلم عن الاختلاف فيما أفاء الله عز وجل علينا من الدنيا، فيما أفاء الله عز وجل علينا من الدنيا. وهذا الذي يقع بين الناس من عداوات في القرابات وغير القرابات إنما ينشأ إذا كان أحدهم أو كلاهما حريص على الدنيا كل الحرص، فيجعل السلم الموصل إليها لا يرتضيه الله، وطريقا لا يقبله ربنا تبارك اسمه وجل ثناؤه. هنا يقول عليه الصلاة والسلام: كل مخموم القلب صدوق اللسان. فلما سئل عن مخموم القلب قال: من التقي النقي الذي لا إثم فيه ولا بغي ولا حسد. أما البغي تجاوز الحد ومطالبة الإنسان الناس بأشياء ليست له، وأما الحسد فهذا يقع في بعض القلوب عياذا بالله أنها ترى نعمة الله عز وجل على غيرها فلا تقبل. وقد جعل الله هذا نعتا لليهود، قال ربنا: أم يحسدون الناس على ما أتاهم الله من فضله، فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما، فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه. إذا استطاع المرء أن يتخلص من هذا يرتقي إلى درجة أعلى، أن يكون قريبا من المؤمنين، أن يكون قريبا من المؤمنين. قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث عبد الله بن مسعود عند ابن حبان بسند صحيح، قال: ألا أخبركم بمن يحرم على النار؟ وهذا مطلب جليل عظيم. ألا أخبركم بمن يحرم على النار؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: يحرم على النار كل مؤمن هين لين قريب سهل. فالمؤمن هين لين قريب سهل، حيث من يطلب منه يؤتى. يقول العربي في مدح أقوام أخيار: هينون لينون أيسار ذو كرم سواس مكرمة أبناء وأيساري، من تلقى منهم تقول لقيت سيدهم مثل البدور التي يهدى بها الساري. فكلما كان المرء المؤمن هينا لينا لإخوانه المؤمنين يتعاطف معهم، يقبل عذرهم، يقيل عثرتهم، يستر عورتهم، كان ذلك أحرى أن يكون من خيار الناس، وأحرى أن يحرم ذلكم الجسد الطاهر على النار كما أخبر نبينا صلى الله عليه وسلم. وفي مثل هذه الأيام المباركة، أيام الأعياد التي شرعها الله عز وجل لنا، يشعر الإنسان بفرح يجري في دمه، حتى لو أراد أن يدفعه لا يقدر،
لأن الفطرة ونور الله يغلبان، وهذا من نعم الله عز وجل علينا. فقد يكون بيننا وبين غيرنا من التقاطع من أسباب الحرص على الدنيا ما قد كان قبل رمضان، فتأتي هذه الأعياد فلا يجد المسلم في نفسه غضاضة أن يأتي بيت أخيه يزوره ويعتذر إليه ويقابله، وليس شرطا أن يأتي بعذر بين واضح، لكن كفى بزيارتك له أن تبين له محبتك له وإجلالك إياه، وأنك حريص على أن تبقى العلاقة بينكما علاقة مودة ومحبة. لا يصنع هذا ولا يبدأ به إلا الأخيار الذين ينتصرون على شهوات النفس، الذين يثقون ويؤمنون ويوقنون بوعد الله عز وجل وموعوده لعباده الصالحين. يوما قال صلوات الله وسلامه عليه يخبر أن النار تحرم على كل مؤمن هين لين سهل قريب. معنى كلمة قريب ليست الحديث يقصد القرب المكاني، ولكن قريب حتى العامة تقول فلان ليس ببعيد عن الخير، وتمدح فتقول قريب من كل خير. وهذا هو المراد من الحديث، أن يكون المؤمن تقيا نقيا لا يحمل في قلبه الحسد ولا البغضاء لعباد الله المؤمنين. من طرائق تزكية النفس أن ينظر الإنسان في مواطن فرحه صلى الله عليه وسلم، والسنة والأيام العطرة له عليه السلام مليئة بأيام فرحه. كان جعفر بن أبي طالب ابن عمه، وهو أسن من علي بن أبي طالب بعشر سنين، وكان عليه الصلاة والسلام يحبه ويجله. فلما جاء عليه الإسلام بالإسلام آمن جعفر، ثم كان من الذين هاجروا إلى الحبشة ومضى وقضى فيها دهرا حتى كتب الله عز وجل أن يكون هناك الصلح، صلح الحديبية. فلما فرغ عليه الصلاة والسلام من قريش أتى إلى خيبر، وكانت يهود تسكنها، فكانت غزوة خيبر فنصره الله وأعلى كلمته وأذل أعداءه. وافق ذلك تلك الأيام المباركات من نصره صلى الله عليه وسلم في خيبر أن قدم جعفر بن أبي طالب من الحبشة، فلما رأوا عليه الصلاة والسلام سر وفرح وقبلهما بين عينيه، وقال والله لا أدري بأيهما أسر، بقدوم جعفر أم بفتح خيبر، لا أدري بأيهما أسر، بقدوم جعفر أم بفتح خيبر. فبعض الناس يجعل الله جل وعلا لهم سلطانا على قلوبنا، نحبهم فمحبتهم والفرح بهم دين وملة وقربة. في مثل هذه الأيام في أيام الأعياد يتأتى التواصل مع من نحب، يتأتى التواصل بأن نفرح بلقيا من نود، كما فرح النبي صلى الله عليه وسلم بقدوم ابن عمه جعفر بن أبي طالب. فيبدأ الإنسان يومه بالوالدين، ولا أحد له الحق في الإجلال والتعظيم من الناس أحق من الوالدين. قال يا رسول الله من أحق الناس بحسن صحابتي؟ من ترى يا رسول الله حقيق علي أن أبره، أن أقوم بحقه، أن أحسن صحبته ما دمت حيا؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أبوك. وفي غنى أن يذكر الباقي، فهذه وصية قرآنية، وبالوالدين إحسانا. ومن أغفل بر أبويه في يوم عيد، يا ترى في أي يوم سيبرهما؟ ومن حرم أبواه منه كلمة طيبة في يوم العيد، فمتى سيهبهما لها، سيهبها لهما؟ إن النفوس ينبغي أن تقبل في هذا اليوم على الوالدين في المقام الأول، ولا يتأتى اللهم إلا لعذر قاهر أن يبدأ الإنسان بأحد يتوخاه ينصى بيته ويقدم عليه يهنئه يتبادل معه الدعاء تقبل الله منك، وهو سنة متبعة في يوم العيد، أولى ولا أحرى من الوالدين. ثم يفيض الإنسان إلى زوجته وأولاده، بنين وبنات، من لا يرحم لا يرحم. والنبي عليه الصلاة والسلام كان على منبره الشريف فنظر إلى الحسن والحسين يمشيان ويعثران عليهما قميصين عليهما قميصان أحمران، فنزل وقبلهما ورفعهما، التفت إلى الناس وقال صدق الله ورسوله، إنما أموالكم وأولادكم فتنة. فهذا نبي الأمة ورأس الملة ينزل من منبره ليقبل ويرحم الحسن والحسين صبطيه رضوان الله تعالى عليهما. فلا ينبغي أن يكون منا صدود على أزواجنا وأبنائنا وبناتنا يوم العيد، ما كان يشغلنا عنهم
من الكد لطلب العيش والرزق ونحن معذورون في ذلك في الأيام الخالية، ينبغي أن يكون وراء أظهرنا في يوم العيد المبارك، في يومنا هذا نتوخاهم بالكلمة الطيبة والابتسامة الصادقة والرأفة والرحمة، ونظهر لهما ما هو مكنون من مشاعر المودة والمحبة، نجبر الكسر ونقيل العثرة ونشيع الخير ونزرع المودة والمحبة في قلوبهم حتى يشعر بأن للعيد فرحة، فيعظم شعائر الإسلام إذ يرون الوالد وترى الزوجة أن زوجها أصبح شيئا آخر يوم العيد، ويرى الأبناء والبنات أن والدهم أصبح شيئا أكثر عطفا وأجل حنانا وأشد قربة منهم في يوم العيد، فيعلمون أن لهذا العيد شأنا، فيعظمون ما عظم الله ويجلون شعائر الله ويحرمونها، وقد رأوا بأعينهم شيئا متحققا أمامها من أن والدهم زاد حنانه وعطفه ورأفته عليهم في يوم العيد. يأتي المؤمن إلى جيرانه، والله عز وجل يقول: والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم. وجبرائيل يتردد من السماء على نبينا صلى الله عليه وسلم موصيا إياه بالجار، حتى خرج عليه الصلاة والسلام إلى أصحابه وقال: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. فإذا كان هذا مبلغ الجاري في الإسلام فإنه يتأكد حقه في يوم العيد، فيكون من المؤمنين والمؤمنات التزاور لجيرانهم وجاراتهم، يهنئونهم بهذا اليوم الذي شرع الله عز وجل فيه أن نظهر الفرح والسرور، ويسألون الله لبعضهم البعض القبول، ويهنئ بعضهم بعضا، ولو كان هناك شيء من الهدايا كان أقرب وأفضل وأحسن. والمقصود أن الفرح يبدأ أصلا في النفس، يبدأ أصلا في النفس، أن تكون على بينة أن هذه شعيرة ربانية جعلها الله عز وجل لنا، تستصحب أنك مضت عليك أيام 30 أو 29 كنت فيها لا تقدر أن تأكل شيئا في النهار إجلالا لربك وتقوى لخالقك، فلما أفأ الله عليك الأمر وأكملت العدة كان حقا أن تشكر الله. فمن شكر الله عز وجل أن تأتي على شرعه كما أراد. ربنا أمرنا أن نفرح وأن نعلن سرورنا في يوم العيد، فنأتي بالسرور في أنفسنا أولا، ثم يشيع السرور هذا إلى من حولنا، نبدأ بالوالدين ثم بالزوجة والأولاد بنين وبنات، ثم نأتي إلى جيراننا وقراباتنا وإخواننا وخلاننا، فنبرهم نبرهم بالزيارات والمودة والكلمات الطيبة، ومن كان بعيدا بلغناه ذلك بالطرائق المعروفة، ومن كان قريبا حملنا الخطأ إليه، نحبه في الله ونجله في الله ونظهر شعيرة الدين. ولا ينبغي أن يقتصر هذا على من نعرف، بل إن حولنا الكثير من إخواننا المسلمين الذين يعيشون بيننا، جعلتهم لقمة العيش يفيئون إلينا، فهم أحرار شرفاء جاءوا يكتسبون الرزق من طريق حلال، وتحملوا الغربة، وحق لهم أن يفرحوا بالعيد لأنهم مسلمون مثلنا، وحق علينا أن نقوم بواجبهم على أتم نحو وأكمل وجه، وأن نبرهم وأن نسد ما ينقصهم من خلل، وأن نهبهم ما يمكن أن نعطيهم منه، وأن نرزقهم مما رزقنا الله من الكلمة الطيبة والمال والهدايا وغير ذلك مما يتيسر، حتى نشعر جميعا أننا ننتسب إلى دين واحد وخلف لواء نبي واحد صلوات الله وسلامه عليه، ونؤمن جميعا بأن الله لا رب غيره ولا إله سواه، نجعل الأحزاب والجماعات وأسباب الفرقة كلها وراء ظهرنا، ونتبع ما تركنا عليه نبينا صلى الله عليه وسلم يوم أن قال: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي، فنبقى على الكتاب والسنة، وكفى بهما فخرا وفرحا ومجدا مؤثلا، ولا حاجة لنا إلى قول زيد ولا إلى قول عمر ولا إلى أي راية بعد ذلك. هذا الدين القيم الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم من ربه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: خير أمرائكم الذين تحبونهم ويحبونكم. كما نتواصل مع والدينا وأهلينا وقراباتنا، نتواصل مع ولاة أمرنا، يتواصل الراعي مع الرعية، ويتواصل الرعية مع الراعي، الحاكم مع المحكوم، والمحكومون مع الحاكم، تتآلف قلوبهم وتجتمع كلمتهم ويتزاورون، يتحقق بذلك الألفة. أوجب الله عز وجل
علينا السمع والطاعة لولاة أمرنا في غير معصية الله، وأوجب الله عز وجل عليهم أن يعدلوا بيننا وأن يرفقوا بنا. قال عليه الصلاة والسلام: اللهم من ولي من أمر أمتي شيء فرفق بهم فارفق به. فإذا كانت أيام الأعياد فإنها من أعظم الطرائق المثلى التي تزرع المحبة والمودة بيننا وبينهم، فيقوم الشيوخ والأمراء وولاة الأمر بزيارة من الله عليهم بالعلم، من الله عليهم بالفضل من شيوخ القبائل وأهل الفضل والعلم ممن الناس لهم تبع، ويقوم الناس جميعا عامتهم وخاصتهم إذا استطاعوا بزيارة شيوخهم وأمرائهم وأولاة الأمر فيهم في مجالسهم ودورهم يهنئونهم بالعيد، فيظهر المجتمع المسلم مجتمعا متراحما مترابطا متواثقا كما أراد الله عز وجل له أن يكون. وهذا يقطع السبيل على كل من يريد أن يفرق الجمع أو أن يكون في قلبه دخن فيريد أن يشتت جمع الأمة بعد أن جمعها الله تبارك اسمه وجل ثناؤه. والمقصود أن العيد بمثل هذه الطرائق ومدرسة سنة رسولنا صلى الله عليه وسلم تسمو الأنفس وتعلو وتصبح قريبة من رحمة الله تعالى، وتشعر أن هذا اليوم بحق يوم عيد تفرح فيه وتظهر الفرح، ولا تجد في ذلك غضاضة، إذ علمت من قبل أن نبينا صلى الله عليه وسلم نظر إلى الحبشة وهم يلعبون وقال: أمنا بني أرفدة حتى تعلم يهود أن في ديننا فسحة، إنما بعثت بحنيفية سمحة صلوات الله وسلامه عليه. كيف وقد قال الله عز وجل عنه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. إذا تحقق هذا فإن هذا من الطرائق المثلى لمعرفة أي شعيرة نحن فيها وأي يوم من الله عز وجل علينا به. أيها المباركون، تقبل الله منا ومنكم، هذا هو الدعاء المشهور إذا تلاقى المؤمنان يوم العيد، أن يقول أحدهما للآخر: تقبل الله منا ومنك، ويجيبه الآخر. وكان الإمام أحمد رحمه الله يتحرز أن يبدأ بها، لكنه يقول: من لقيني بها قبلته. وهذا هو الخير، فإن الله عز وجل يقول: إنما يتقبل الله من المتقين. وما من مسلم والحمد لله إلا وقد خلت له مع ربه جل وعلا صلوات ودعوات وأعمال بر في شهر رمضان، ويحب أن يتقبلها الله. فلما يلقى أخاه المؤمن ويصافحه حتى تتحتى الذنوب، ثم يقول أحدهما للآخر: تقبل الله منك، فإن الآخر يشعر، لأن الإنسان الأصل أنه لا يدخله العجب، لكن قد تلقى أخا يغلب على ظنك أنه مجاب الدعوة، فيكون في دعائه لك: تقبل الله منك، ما يغلب على الظن أن الله عز وجل يقبله، فتخرج من لقائه فرحا تسأل الله عز وجل أن يتقبل من أخيك ما دعاك له. أيها المؤمنون، أيتها المؤمنات، أعاد الله علينا وعليكم هذا العيد باليمن والبركات، وجعلنا الله وإياكم فيه من الفائزين، وأمننا يوم القيامة في يوم الوعيد، وأعاد علينا من بركات هذا اليوم السعيد. أسأل الله عز وجل أن يديم على أمة الإسلام الخير أينما حلت وحيثما كانت، وأن يعيدها أشد تآلفا وأعظم إخاء وأقرب رحما. هذا هو العلم عند الله، وصلى الله على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.